تظاهرات كبيرة وغضب شعبي في ذي قار. حكومة السودان تجهز في بغداد آلاف المقاتلين، والمخاوف تزداد من قمع المتظاهرين. السودان إلى السعودية، والهدف القمة الصينية، وأمريكا تحذر من تبعات هذه القمة. مقتدى الصدر يشكك بإمكانية إجراء الانتخابات. التسويف والمماطلة من أساليب إطار الولاءات. وثيقة مسربة قطعت الشك باليقين. سربت وثيقة عاجلة من قيادة عمليات بغداد عن أوامر بتجهيز قوات عسكرية كبيرة لمنع التجمعات ومطاردة الناشطين في بغداد. وتنص الوثيقة المسربة على تجهيز قطاعات من الشرطة الاتحادية وثلاث فرق مشاة من الجيش تحسباً لأي تظاهرات قد تحدث في بغداد، وتوزيعهم على قواطع المسؤولية ابتداءً من اليوم. وبحسب الوثيقة أن الأوامر تتضمن تجهيز تسع فرق، لا يقل تعداد كل فرقة عن 400 مقاتل، ما يعني نحو 3600 مقاتل سيتم توزيعهم في العاصمة بغداد وفق الوثيقة. وتبدو الاستعدادات والإنذار متعلق بالتظاهرات المحتملة وفقا لسياق الأوامر العسكرية المتمثلة بتجهيز المقاتلين بمعدات مكافحة الشغب وعدم حمل السلاح. أحداث ناصرية توجه رسائل. قمع المتظاهرين يعيد حقبة المجرم عادل عبد المهدي. السوداني أرسل لجنة أمنية لتقصي الحقائق والتحقيق بملابسات إطلاق النار على المتظاهرين، والدلائل تشير إلى تورط عناصر تنتمي على فصائل مسلحة، ويصدر أمرا بإقالة قائد عملية المحافظة حيث استخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة. حكومة السودان ردت على مطالب إطلاق سراح الناشط حيدر الزيدي بقتل متظاهري الناصرية الذين خرجوا رفضا للحكم القضائي الصادر بحق الناشط حيدر الزيدي بالسجن 3 سنوات بتهمة الإساءة إلى الحشد الشعبي، الأمر الذي أدى بسقوط قتلى وجرحى كما حدث في فترة عادل عبد المهدي.